السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين كاملين بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الوصفه ديال البسبوسه بالكريمه اللي كتجي رائعه في المذاق. كنتمنى انكم تجربوها. لهذه الوصفه غادي نحتاجوا كاس ونص ديال الحليب، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، ثلاثه البيضات، جوج خمارات حمرين، وربعات الكيسان ديال السميده الرقيقه ما يعادل نص كيلو. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو غادي نطربو البيض مزيان مع السنيده. عندنا هنا ثلاثه البيضات مع كاس ونص ديال السنيده. بعد ما طربنا البيض مع السنيده غادي نضيفو كاس ونص ديال الحليب، كاس ديال الزيت، نخلطو مزيان ومن بعد نزيدو السميده الرقيقه. غادي نضيفو جوج خمارات حمرين ونخلطوا كل شيء مزيان. غادي ناخذ مول، انايا هنا دهنته من قبل ورشيته بالسميده، غنكبو فيه نصف الكميه ديال الخليط اللي عندنا وندخلوها الفران حتى تطيب وتشد فراسها مزيان، ومن بعد نخرجوها باش نكبو عليها الطبقه الثانيه. ندوزو دابا الكريمه اللي غادي نستعملو في البسبوسه. فلهاد الكريمه غادي نحتاجو سيترو ديال الحليب، ياغورت طبيعي، ثلاثه المعالق ديال السنيده، ثلاثه المعالق ديال المايزينا، جوج فرماجات. بالنسبة للدانون ممكن نعوضه ببيري، فرماج كذلك ممكن نخدمه بكيري. غادي نخلطو المقادير كاملين اللي عندنا من غير الياغورت، نخلطوهم في كاسرونة فوق نار مهيلة حتى كيتقل لنا الخليط، من بعد كنحيدو فوق النار وكنضيفو عليه الياغورت طبيعي. كنخرجو البسبوسة ديالنا من الفران بعد ما طابت ووقفات كيف ما كتشوفوا معايا، كنكبو عليها الكريمة اللي وجدنا،
كنرجعوها للفران، كنشعلوا ليها من الفوق حتى ديك الكريمه كتوقف كتشد في راسها، كنعاودوا نخرجوها، كنكبوا عليها نصف الكميه ديال الخليط الاولاني وكنرجعوها للفران. كنشعلوا على فران عادي جدا بحراره متوسطه وكنخليو البسبوسه ديالنا طيب. بعد ما كطيب البسبوسه كنخرجوها من الفران وهي مازال سخونه، غادي نسقيوها بالسيرو، نسقيوها كامله كامله. انا هنا السيرو وجدته من قبل، فيه السنيده والماء وعصير ديال الحامض، غادي نغليهم مزيان فوق العافيه ونخليهم حتى يبردوا كنسقيوهم البسبوسه. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا، كيف ما كتشوفوا من الداخل كيفاش كتجي. انا هنا زينتها بالبيستاج، كما يمكن اننا نزينوها بالكوك او برقائق اللوز على حسب شنو متوفر عندنا في الكوزينه. كيجي المذاق ديالها غزال مع ديك الكريمه، المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف، كنصحكم انكم تجربوها. بهذا كنكون وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم وديروا لي جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ونتلاقاو في فيديو جديد. في امان الله.